من طنسيا طنسيا يا مريم العقدر اشفيف شلتني يا مقدو ابرد شمطحك اشفيك بتضلك رايح جاي اش سامع اخبار بعدني واصل من السياحه دغري اش سامع اخبار وعجلي على الحكومه لا عن مأوى العجز اكيد على الحكومه ايش بك منيح دخلك برد دمتك ابي يسفش ضغطك روق شي منيح بيطلعوا معك السكر روق طنسيا من اعرفك منيح لما تكوني من تحكيني انت ورايقه يعني عندك اخبار وابصر منين جايبتيهم بلشي لي ومن الاخر اشفي يا مقدم واحد من يتكتم واحد من يتفائل وواحد من يتمهل واحد واحد كل واحد بدوره مين هيك ومين هيك ومين هيك وعجلي لك سعد الحريري من يتكتم ايه والنبي بره من يتفائل وحزب الله من يتمهل دخلك ايش وغيرها وثلاثة عون اش سامع عنه ولا بيني وبينك خبرتني مرت ليشا ايه هالجوزة بدل رايح جيل عند عم طلة ايه الجنرال من يستنسب شو افهمتش هاي ولك من يستنسب بالمجلس ليستنسخ بالسرايا واذا افهمتش طلع عند عم طلة بيشرح لك احسن لكن مأخرة بعيد الحكومة زخيا عش بكي زار ايش والكل ايش رجل بارد حكيت اش من طلق شي سمعتيها بداينتك؟ لا يا مقدم قريت بالجرنال لكن كتبت ما حكيتش اش قالت واش قالوا عن لسينا؟ حكيت انه حكومة السنيورة هيئتها بدها من طول كتير بتصريف الاعمال وين بيصرفونا وتصريف الاعمال؟ انه بنتنكت يا مقدم حد نخبرك انك كمخ وسمش بتركني كفي لك والكفي من امزح وحكيت انه قفشيش بيسوى الحالة قبتسواش لا الاقتصاد ولا السياحة ولا كل شي عبعضه وحتى الخدمات قبتسواش خدمات؟ هي جاب سيرة الخدمات؟ اش بدها من الضارب على منصور ابتقدرش وحكيت عن نسبية لكن مش هي اللي كتبت انتك وانت اش رايك كطنسيا كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا كتبنا عن نسبية ولا هلق ما تسببنا وكتبنا وما كتبنا نسبية